شفتو السيت ويب هذايا راكم تشوفوا فيه ان فون فيه ان تيتر فما تكست فما دي زيماج هنايا باج اخرى اللي زاد حطينا فيها تكست ودي فيديو معاهم كومونتير الباج الثالثه والباج الرابعه اللي فيها دي ليان السيت ويب هذايا عملته باستعمال جوجل سايتس من غير ما يكون عندي حتى ربع كونيسونس في الكودينج والا في الويب ديفلوبمنت نحب نقول لكم اللي راهو كل واحد فينا ينجم يعمل السيت ويب نتاعو ويشاركو مع العبيد اللي يحب عليهم كسوسوا يشاركهم في الليديسيون معناها يبدلوا السيت ويب معاه ويزيدوا عليه كونتوني وإلا للعبيد اللي باش يشوفوا السيت ويب هذية ينجم يكون العالم الكل كيما ينجم يكونوا عبيد معينين في الفيديو هذية باش نعملكم توتو كامل ومفصل كيفاش تخلق السيت ويب نتاعك وتوريه للعبيد اللي تحب عليهم وتحط فيه الكونتوني اللي تحب عليه هذية الفيديو هي نيفو 1 C'est-à-dire, باش نشوفو كيفاش نستعملو الاسبي تكنيك متاع الحاجة. أما فما نيفو آخر اللي هو كيفاش تطلع أكثر بالسيت ويب متاعك وتظهرو بروفيسيونيل أكثر ويكون فيه فونكسيوناليتي أكثر. أول حاجة كيفاش نمشيو لجوجل سايتس. فما ثلاثة طرق. أول واحدة كي نمشيو على جوجل نكتبو تو سامبلومون سايتس. أول ريزولتا يخرج لنا اللي هو الجوجل سايتس. حاولوا كي تدخلوا على جوجل سايتس تكونيكتيو بالكونت جيميل نتاعكم نجموا تدخلوا بالكونت جيميل بيرسونيل ولا بالكونت جيميل انستيتيوشنيل لهنا باش تلقاو سواء تحلوا باج نتاع سيت ويب كري تحلوا باج ما فيها حتى كونتوني محضر كيما تنجموا تحلوا دي تمبليت هما عاملينهم الافونس هذه الطريقه الاولى الطريقه الثانيه انكم في الجوف هذايا اللي هو على اليمين تلقاو جوجل سايتس واحد من لي سيرفيس اللي هما موجودين ثالث طريقة هي عن طريق جوجل درايف تدخل على الدرايف نتاعك تحط نوفو كيما فما دوكس شيتس سلايدز اند فورمز نجمو تلقاو فينا المازدة جوجل سايتس كي تنزلوا عليها يحل لكم البلاتفورم تاع جوجل سايتس اللي عن طريقها باش نبداو الكرياسيون تاع سيت ويب نتاعنا هوني يقترح عليك فيزيت غيدي اول حاجة لازمك تعرفها باش تخلق سيت ويب هو شكون البوبليك نتاعك اسكو هما اي عبد ينجم يعرض السيت ويب نتاعك وإلا دي زيتوديون تاع سبيسياليتي معينة وإلا عبيد دا نيفو بروفيسيونيل معين أول حاجة مهمة برشا أنك تعرف شكون البوبليك نتاعك ثاني حاجة كيفاش يكون ستيل نتاع السيت ويب نتاعك هو باش يكون سيت فيه دي غوسوخس باش تلامذا يقراوهم ولا العبيد يشوفوهم كيما دي ليان ويب دي زيماج تكست فيديو الكلهم دي غوسوخس وإلا بلوغ حاجات انت باش تكتبهم دي تكست انت باش تعملهم وتخرجهم بطريقة كوتيديان وينجم حتى يكون فيهم انتراكسيون اون فوا عرفت شكون البوبليك نتاعك وشنو ستيل نتاع السيت ويب نتاعك كل الامكانيات تبدا مفتوحه قدامك باش تخلق السيت هذايا نجم حتى تعرف قداش عندك من فيزيتور في السيت نتاعك نجم حتى تعمل اون انونس تحط فيها ان ايفينمون جديد ثالث حاجه تنجم زيدا تقول وقتاش السيت ويب نتاعك ا ايتي مي اجور ابديتد هكاك يقولوا لي فيزيتور نتاعك اللي السيت ويب هذايا ليه بيه مولاه وهو فيه معلومات فريشكه اول مره باش تخلق السيت ويب نتاعك ممكن تظهر لك طويله اما صدقني من بعد تسهيل عليك العمليه انا الى حد الان خلقت 3 سيت ويب منهم ان سيت ويب نتاع ايفينمون ساينتيفيك يدخل عليه العباد باش يعملوا فيه لانسكريبسيون باش يعمروا دي فورمولير باش يشوفوا البروغرام نتاع ليفينمون هذايا وبرشا حاجات ممكنه من غير ما نخلص حتى فرنك ومن غير كيما قلت لكم ما يكون عندي ربع معرفه في الكودينغ وفي الويب ديفلوبمنت اون فوا حلينا السيت ويب نتاعنا فما ثلاثه حاجات اللي هو اسم السيت وهنايا اسم لو فيشي سايتس اللي باش نلقاوه في الدرايف لهنا فيشي سايتس اللي باش نلقاوه في الدرايف هو هذايا نجمو نختاروه ونجمو نفرقو لي فيشي نتاعنا حسب ما احنا نحبو مثلا نسميوه توتو باغ كونتر نوم تاع سيت ويب هو اسم سيت ويب اللي انت باش تعملو نجم تكتب اللي تحب عليه نجم تردو نفس الحاجه كيما تنجم تردو ماي ويب سايت على سبيل المثال اجوتي ان لوغو نجم اذا كان عندك لوغو خاص بيك والا لوغو نتاع لانستيتيوشن اللي تخدم فيها كيما هوني في جوجل كلاس روم اللوغو نتاع لونيفرسيتي تونس المنار وهوني اسم السيت ويب نجم تزيد اللوغو اللي تحب عليه يا اما تزيدو عن طريق لورديناتور نتاعك والا سيليكسيوني من درايف ثالث معلومه اللي هي فافيكون الفافيكون هذايا هو اللوغو لو سامبول هذا اللي باش يظهر وقت اللي عبد يحل السيت ويب نتاعك على الباج من فوق ما هوش لو لوغو نتاعك انت نتاع السيت ويب لا لو لوغو الفوقاني بالكل اللي هو لهنا الازرق كيف كيف نجم تختارو عن طريق لورديناتور نتاعك والا سيليكسيوني عن طريق الدرايف مي ما تظهر ليكون هذه كان كي يبدا السيت ويب بوبليي تاع بعد ما
بعد ما تخدمها الفونكسيون هذه ماهيش باش تظهر لك سي نورمال ما تولي ظاهره كما تعمل بوبليي دونك الى حد الان سمينا السيت ويب نتاعنا اخترنا اللوجو نتاع السيت ويب اخترنا الفيشي هذا البرنامج اللي باش يظهر للفيزيتور كيفاش منظره واخترنا اسم الفيشي اللي باش يكون عندنا في الدرايف ثاني حاجه نختاروا التيم هوني فما امكانيات نتاع التيم مثلا نمشيو هكايا نجمو نمشيو لهذيا نجمو نختاروا دي كولور مختلفين اللي هما يبدلونا هنايا الخط نجمو نمشيو مثلا هكايا ديبلومات نجمو نختاروا هذيا امبريسيون ونجمو نزيدو الكولور اللي نحبو عليها كيما تشوفوا لهنا لي بوسيبيليتي هما ليميتي شويه وحتى الشوا نتاع لي كولور ليميتي شويه ان شاء الله في المستقبل وقت اللي جوجل تعمل ميزاجور تزيد لنا هالي فونكسيون هذوما باش يحسنوا في المنظر وفي الديزاين نتاع لي سيت ويب اللي نجمو نخلقوه من فوا اخترت التيم اللي تحب عليه نجم نشوفه لهنا اللي تيب دو تيتر التيتر هذا الوسطاني نجم نبدلوه فما 4-4 بوسيبيليتي يا اما في شكل كوفرتور اللي هو المنظر هكا والا بانيير اللي هو يزيد يطول اكثر في السيت ويب والا بانيير قصيره والا اونيكمون لو تيتر من غير حتى فون من تالي كيما تحبوا تنجموا تختاروا ستيل اللي تحبوا عليه انا باش نخلي بانيير هذيا بعد ما اخترت ستيل نتاع الهيد نتاع الباج نتاعك كيفاش ينجم يكون نجم تاخذ ليماج التلانيه وتبدلها شانجي ايماج نحطو سوا امبورتي من لورديناتور نتاعك والا سيليكسيوني اون ايماج ا بارتير من الويب هنايا يعطيك جوجل يعطيك دي بوسيبيليتي كيما تشوفوا لهنا حاجات حاضرين نجمو تختاروهم مثلا باش نختار انا هذيا وقتها هنايا باش يعمل ريغلاج دو لا ليزيبيليتي باش يحاول يطفي التصويره من تالي باش نجم يخلي التكست ظاهر مي انت تنجم لوبسيون هذيا من بعد كان ظهرت لك ما تمشيش ديزاكتيفيها وشوفوا كيفاش الكونتراست ينقص باغ كونتر كي تاكتيفيها لهنا الفيزيبيليتي تتبدل شانجي ديماج زيدا تنجمو تعملو سيليكسيوني اون ايماج من الويب تدخلوا على ريشيرش ا بارتير دان URL كان عندكم ايماج وانا ننصحكم انكم تدخلوا على بيكسلز اللي هي اكبر بلاتفورم ديماج غراتويت موجوده على الويب وفيها تصاور كاليتي تحفونه على الاخر وحتى الفورما نتاعهم موجودين وهما زيدا ليبر داكسي معناها نهار اخر حتى حد ما ينجم يشكي بيك ويقول لك شبيك خذيت التصويره نتاعي ريشيرش نجم تلوج ا بارتير من جوجل من فوز البوم والا من جوجل درايف اذا كان عندك تصاور مثلا تصويرتك انت مع لي ستوديون نتاعك تحب تحطها في الفون نجم تبارطاجيها نجم تطلعها على الاورديناتور نتاعك والا على الدرايف وتبارطاجيها توا كملنا اخترنا التيم والهيد نتاع الباج نتاعنا نمشيو للوطا بالكل هنايا نجمو نلقاو اجوتي ان بي دو باج نجمو نزيدو من لوطا ان بي دو باج مثلا نكتبو فيه كي نكليكيو عليه نزيدو فيه يا اما تصويره يا اما تكست يا اما حاجه من الدرايف يا اما حاجه من البي سي نتاعنا نطلعوها والا ان ليان ا بارتير دان سيت ويب نجمو نكتبو لهنا مثلا ان كونتاكت نتاعنا نجمو نحطو لادريس ميل نتاعنا نجمو نحطو اللي هو كوبي رايت هذايا راهو بريزيرفي نجمو نحطو ان نيميرو دو تيليفون نجمو نحطو اي حاجه نحبو عليها ولا حتى ان ميساج سيمبوليك كيما لهنا مثلا في جوجل كلاس روم انا جيت من لوطا حطيت ميتيبليون لا كونيسونس اون لا بارتاجون هذيك سيمبول انا حبيت نحطو بيان سور من لوطا بالكل تنجم تختار اسكو تعملها هايلايت تفلورها كيما نقولوا احنا مثلا تعملها ميزا نيفو لهنا حمراء بيسكو احنا اخترنا تيم نتاعنا احمر هو باش يحطها حمراء نجم تبدلها تردها في الغري في البلان كلير والا كاريمون تامبورتي ايماج كيما عملنا بكري في التيت دو سيت ويب تختار اون ايماج منهم الكل مثلا باش نختاروا هذيا سيليكسيوني هو باش يحطها في الفون نتاع السيت ويب نتاعك من اللوطا نجم تكتب التكست اللي تحب عليه وقد ما يطول التكست قد ما تكبر لا بارتي اللوطانيه اللي من الباج هوني التكست يكون فورما صغير خاطر سي سوبوزي حاجه من اللوطه مي انت كان تحب تكبرها عندك بوسيبيليتي باش تسيليكسيوني هاد التكست هذاك تمشي تختار بوتي والا تيتر ولا سو تيتر ولا نورمال تحطو غرا والا ايتاليك نجم تختار اسكو في السنتر نتاع السيكسيون والا ليت نجم تعطيه ان نيميرو 1 2 3 كيما شفتوا لهنا نجمو نختاروا دي بولت بوينتس 1 2 3 كيما زاد لهنا نجمو نزيدو عليهم ان ليان ويب ولا كاريمون اذا كان ما حشناش بيه نفسخو اون فوا كملنا الباج ويب نتاعنا نخرجوا من السيكسيون الوطنيه يقعد لنا السباس هذا الوسطاني اللي باش نحطوا فيه الكونتوني نتاعنا اللي نحبوا عليه بعد ما كملنا الفيزيت نتاع التيم باش نمشيو للباج الباج هي لو نومبر دو باج اللي انت تحب تعملهم هذاك علاش فما تخمم يصير قبل ما تخلق السيت ويب نتاعك وتشوف روحك قداش من باج تحب فما قواعد عامه اولا ماذا بيك ما تكثرش من نومبر دو باج ما تفوتش 3 ولا 4 خاطر الفيزيتور ينجم يضيع وينجم يقلق دوزيامون حاول ما تعملش برشا دي سو باج خاطر سا رون الفيزيت نتاع السيت ويب اقل يوزر فريندلي وكومبليكي شويه
وزادة تصعب عليك أنت الفيزيبيلتي متاع الخدمة متاعك. ثانيا حاول تنظم في كل باج شنو ينجم يكون موجود وتخلي لي ريسورس متاعك اكسيسيبل بطريقة سهلة وفلويد للفيزيتور متاعك. تقولش عليه الفيزيتور باش يدخل البلاصة يشوفها من مرحلة لمرحلة كيف باش يدخل السيت ويب متاعك باش يشوفها من مرحلة لمرحلة وديما فما تواصل ما بين لي باج الكل. يفوا فهمت روحك قداش من باج باش تعمل وشنو اسم كل باج تبدا تخلق فيهم بالوحده بالوحده. تدخل هنا على لا باج اكوي هي لا باج موجوده بار ديفو اللي هي لهنا. نجمو نزيدو بلوس مثلا اون فادير شابيتر 1 هو لهنا كيما تشوفوا زدنا شابيتر 1. نجمو نزيدو شابيتر 2. لو فرضنا اللي احنا تلازينا ان نعملو سو باج على خاطر شابيتر 1 طويل شويه وفيه زوز حاجات ماذا بينا نقسموهم كل وحده على باج وحدهم. فما زوز طرق يا اما نزيدو اون باج الثالثه اللي هي نسميوها سو شابيتر 1 ومن بعد نهزو كسو شابيتر 1 وندخلوه لهنا في وسط شابيتر 2 وهكاك هو يردو شابيتر 1 والا نجيو للشابيتر 2 ونخلقولو اون سو باج وحده اجوتي اللي هي سو شابيتر 2 وهكا لهنا في الفيرسيون فينال تظهر عنا سو شابيتر 1 سو شابيتر 2. لو فرضنا انت لي دو سو شابيتر 1 و 2 ما تحبهمش ظاهرين للعيان تحب فما لينكس يمشيو لهم معناها انت تحوس في الشابيتر 2 فما لو كونتوني نتاع الشابيتر 2 وانت حاولت قسمتي مخك شابيتر 2 لزوز حاجات اللي هما موجودين في السو شابيتر 1 وسو شابيتر 2 مي ماذا بيك ما يظهروش للعيان كيما قلنا بكري خاطر من المنصوح به انك ما تكثرش من لي سو شابيتر. وقتها تنجم تخلق الباج هذه وتعملها تريتمون وكل شيء اما فينالمون تعملها ماسكي دون لا نافيغاسيون وقتها ما تظهر الباج هذه كان ما انت تبعث لها ان ليان مي وحدها في السيت ويب هكاك ما تخرجش في لي سيكسيون نتاع السيت ويب من فوق. كيف لو فرضنا بدلت رايك فما ان شابيتر تحبو يظهر قبل الشابيتر اللي قبله باج تظهر قبل الباج اللي قبلها يسوفي تشد الباج هذيك وتنقلها تهبطها تحت اكوي هكاك يتبدل لوردر نتاعهم. نجم تعمل الحكايه هذه اتو مامو اذا كان بدلت رايك ولا تحب تعمل ابديت للكور نتاعك تنجم تبدلو كيما تحب. توا لو فرضنا انت باج ماعش عينك بها يسوفي تنزل على 3 بوين هذوما وتدخل بون لاكوي ما تجمش. لو فرضنا شاب الباج هذه معاش حاجتك بها تكليكي على 3 بوان وتحط سوبريمي. انا الحقيقه ننصحكم انكم تبداو اول حاجه ماسكي دون لا نافيغاسيون هكيكا اذا كان نهار اخر تقولوا لي ان فيت انا حاجتي بها الباج هذيك وتبدل رايك ما تلقاش روحك تو لا سوبريمي من السيت ويب نتاعك نجم تعاود تستعملها اتو مومون. اذا كان فريمون بالحق ما عادش حاجتك بها تولي وقتها نجم تفسخها كومبليتوم. بعد ما خلقنا لي شابيتر نتاعنا شابيتر 1 شابيتر 2 ها موجودين في السيت ويب. بعد ما كملنا المرحله نتاع شابيتر 1 شابيتر 2 وعملنا لي سو شابيتر نتاعنا هنا انا باش نرجعها افيشي دون لا بار دو نافيغاسيون. تاو باش نتلهاو نحطوا لو كونتوني نتاعنا في كل باج نهبطوا لوطا في الاسباس هذايا ونجمو نزيدوا اللي نحب. وقتها باش نستعملوا البارتي انسيري اللي موجوده في الجوجل سايتس نجمو ندخلوا اسباس دو تيكست كيما هكايا نكتبوا فيه اللي نحبوا نختاروا التاي نتاع البوليس نتاع التكست هذايا اللي هو نورمال ولا تيتر ولا سو تيتر اسكو غرا ايتاليك كيما شفنا من بكري في الباد دو لات باج. نجمو نختاروا نعملوه هايلايت كيما ميزا نيفو 1 ميزا نيفو 2 والا نحطوا فيه ايماج متالي. التكست هذايا يصلح اشاك فوا عندك ان كومونتير تحب تعمله ولا اون بريزونطاسيون رابيد نتاع حاجه ولا تحط لي زوبجيكتيف نتاع الكور نتاعك ولا تعدي ان ميساج بوزيتيف تستعمل التكست هذايا. ثاني حاجه تنجم تزيد ايماج من هوني باش تزيد ايماج لازمك تختارها سواء من البيسي نتاعك وقت اللي يقول لك امبورتي والا كي يقول لك سيليكسيوني راهي من الدرايف نتاعك. نجمو نزيدو امبورتي مثلا لهنا انا عندي في البيرو تصاور على لاباري ريسبيراتوار كيما شفنا قبل باش نحب نحطهم لهم لهنا كي تشوفوا وقت اللي تحط ايماج نجم تتحكم في الكبر نتاعها تكبرها وتسخرها وكهو يعطيك هو يعطيك لي ليميت كيفاش نجم تقف فيهم. نجم بالجنب لهنا كيما في فما منيو انسيري نجم تعاودو بدوبل كليك هكيكا لي 4 بوسيبيليتي نتاع ايماج درايف اورديناتور درايف تكست والا ليان يتزادولك وتنجم تجيب بحذا ليماج هذيك وتعمل انسيرسيون نتاع الحاجه اللي تحب عليها. التكست هذايا اون فوا كتبتو نجم زيدا تهز تنقلو وتحطو في البلاصه اللي تحب عليها. لو فرضنا انت ما عينكش باش تحط كل ايماج وحدها وتحب ان فورما حاضر هنايا الميزون باج نتاع التصاور نجم تبدلها كيما تحب. كيما تشوفوا لهنا عندنا 6 بوسيبيليتي دو تكست
تكست ايماج واحده افيك تيتر والا 3 ايماج محطوطين بالطريقه هذه والا لي ايماج محطوطين بالطريقه هذه هكاك تزيدهم مثلا يعطيك هو ديريكتومون الفورما حاضر انت تحط بلس وتزيد التصويره هذه من الاورديناتور نتاعك من الدرايف والا عندنا 3 بوسيبيليتي انك تزيد فيديو من اليوتيوب كي تزيد فيديو يلزمك تلوج على اللين يو ار ال نتاعها وتكوبيه من اليوتيوب وتجيبه لهنا ثاني حاجه تنجم تمبورتي اجندا هنايا البوسيبيليتي نتاع انك تجيب اجندا نتاع جوجل كلاس روم ممكن هنايا كيما تشوفوا لي كلاس نتاعي موجودين نجم نختار واحد من جوجل كلاس روم واحد من لي اجندا نتاع جوجل كلاس روم ونحطو لهنا يقول قايل شنو باش نربح كي ندخل اجندا نتاع جوجل كلاس روم الاجندا نتاع جوجل كلاس روم جينيرالمون موجودين فيه ان لي دات داباريسيون نتاع لي دوفوار لي تيست لي ديدلاين نتاعهم وزيد موجودين لي رانديفو دو ريونيون نتاع جوجل ميت اللي باش تعملهم مع التلامذة نتاعك دونك اذا كان دخلت اجندا براديكا توقع اللي انت لي ستوديون تاعك باش يشوفوا حاجات مربوطين بالجوجل كلاس روم نجمو زيد نزيدو كارت اللي هي خريطه من جوجل مابس نختاروا بلاصه مثلا احنا تعجبنا الفاكولتي نتاعنا ولا نحبوا الانستيتيوشن نتاعنا نعطيوها ليا نكتبوا لو ليو هذاك ونزيدوها نعملوا سيليكسيوني وهو يحطها لنا في شكل كارت دون لو منيو انسيري زيدا فما حاجه اسمها تكست ريدكتيبل التكست ريدكتيبل هذه يسمح لك انك تكتب تكست وما تخليش ظاهر للوهله الاولى عند العبيد جوست التيتر نتاعو ظاهر التيتر لهنا تلقاه مكتوب بالغرا والكبير تيتر عم تشوفوا الريزلتا لو تكست اللي في وسطو فما تكست مكتوب ومن بعد كي نكملوا لهنا تشوفوا تلقاو اللي التيتر الوحيد هو كي سافيش كان تحب تعرف اكثر معلومات على التيتر هذا تنزع الفلاش هذه تلقى التكست ريدكتيبل نتاعنا ولا ظاهر لك كاروسيل ديماج اللي هي سامباتيك كفونكسيون نجم تعمل انسيرسيون تاع 3 ولا 4 ايماج امبورتي اون ايماج ها باش نعطيكم ان اكزامبل من الاورديناتور نتاعي نختاروا ليماج الاولى لهنا ونعملوا اوفرير بلس نختاروا ليماج الثانيه يلزم كيما مكتوب من لوطا ان كاروسيل دو كونتينير او موان دو ايماج هاو لهنا مثلا باش نزيدو اون ايماج ثالثه ومن بعد باش نوريكم لي زوبسيون نتاع الكاروسيل ديماج كيفاش نجمو نتحكمو فيها في العجله الفوقانيه نتاع لي بارامتر ندخلو نلقاو افيشي لي بوين تاع تشوفو مش معناها لي بوين من بعد افيشي لي ليجوند اذا كنت تحب تزيد اسم الكل ولا تيتر الكل تصويره ديماري اوتوماتيكمون انا ايفو ميون نحبها ديماري اوتوماتيكمون خاطر سي بلو سامباتيك وتختار الفيتيس نتاع التورناج نتاع التصاور كي نعملو انسيرسيون يقعد هو يشارجي لهنا ويخرج الكاروسيل باش نوريكم بريفيو السيت ويب اون فوا بوبليي كيفاش الكاروسيل هذيا يكون منظرها على الاورديناتور تشوفوا لهنا هاكا سا ديمار واحد اوتوماتيكمون فما لي بوين من لوطا تعرف روحك انت دونك ديماج والا تنجم حتى تعدي بالفليش وحدك نكملوا في لي انسيرسيون نلقاو فما سيرفيس بوتون هذيا نجم تنسالي فيه حاجه مثلا انت تحب تعمل كيستيونير ولا كيما ان تيست للي ستوديون بعد ما يقراو لي ريسورس نتاعك تقول مثلا البوتون هذا باش نسميه تيستي فو كونيسانس من بعد تحط اللين لهنا نتاع جوجل فورمز نتاعك نجم تعمل لين لاي باج اخرى اذا كان البوتون نتاعك تحب يهز الباج اخرى كيما قلنا في اول فيديو نجم تعمل دي باج وتعملهم مخبين مش ظاهرين وهنايا بالبوتون تعمل لهم ان لين يمشي لهم كيما تنجم تمشي للدرايف مثلا وتلقى لي فورمز انت ديجا تكون حضرهم على الافونس مثلا الجوجل فورم هذايا انا كون جو سيليكسيون هكايا وقت اللي نختاره نطلع على اليمين نلقى اوبتينير لو ليان ننزل عليها ومن بعد نلقى كوبي لو ليان تيرميني ونجي نرجع للويب سايت نتاعي نلصق فيه اليان هذاك نعمل انسيرسيون هكاكا لو بوتون موجود لهنا النجم نتحكم فيه كيما نحب نجمو نكبرو فيه كيما نحبو نجمو نبدلوه كيما نحبو نبدلو الليان كيما نحبو نجمو نبدلو الديسبوزيسيون اسكو كونتور بركة والا بلان اللي فيه اللون الاحمر الكامل هنايا كي نشوفو بريفيو سيت ويب نتاعنا باش نلقاو اللي البوتون نتاعنا تزيد لونو احمر وكي ننزلو عليه يحلنا على الجوجل فورمز اللي عملناه بالطبيعة يلزمك تثبت الجوجل فورمز هذية في لي زوتوريزاسيون بوسيبل باش عبد من برا عنده اكسي لجوجل سايتس او ميم طون يكون عنده اكسي لجوجل فورمز باش نشوفو من بعد في لي بارامتر دو بارتاج كيفاش تنظم الحكاية هذي نرجعو تانا توا للكرياسيون تاع السيت ويب نتاعنا نواصلو يوتيوب لهنا تنجم تدخل اون فيديو تختار الاسباس نتاعها لهنا الموجود وتعمل انسيرسيون تاع يوتيوب كيف يلزمك تنقل اليو ار ال والا
تاخذ فيديو من الدرايف نتاعك والا من البيسي نتاعك. هنايا دوكس نجم تدخل ان فيشي من جوجل دوكس من الدرايف نتاعك. نجم نزيدو بريزونطاسيون اللي هما الجوجل سلايدز اللي تنجم تجيبهم من الدرايف نتاعك. والحاجه الباهيه في لي بريزونطاسيون كيما هنا مثلا انسيري كي نخدمو الدوكيمون نتاعنا على جوجل سلايدز كيما تراو لهنا. الحاجه سمباتيك اللي هو ينجم يشوفها ليتوديون وكي نعملو بريفيو ليتوديون تخرج له الجوجل سلايدز نتاعنا في الشكل هذايا وينجم يتبع بالديابوزيتيف. يحط بلاي يمشيو للديابوزيتيف بالحاجه بالحاجه حسلون الفيتيس معينه والا تحط بوز وهو يعدي بسلايد بسلايد الى ان يوفل جوجل سلايدز. بالطبيعة هذا يتطلب انك انت تكون ديجا حضرت البريزونطاسيون نتاعك مش على باوربوينت على جوجل سلايدز اللي هي موجوده في الدرايف نتاعك. كان جوجل سلايدز فوز انتريس اكتبوا لي في الكومنتير تو نعمل لكم عليه اون فيديو. نجم نزيدو فورمولير اللي هو جوجل فورمز اذا كان احنا نحبوا نعملوا انكيت دو ساتيسفاكسيون نحبوا نلموا معلومات من عند دي ستوديون تابعين الايميل نتاعهم وتيست نتاعهم نحبوا نطلبوا منهم انهم يعملوا انسكريبسيون في حاجه معينه نجموا نقترحوا عليهم جوجل فورمز اللي احنا نحضروا الافانس في الدرايف نتاعنا وندخلوه في وسط السيت ويب. نواصلوا باللي بوسيبيليتي دانسيرسيون اللي عندنا. الجرافيك اخر حاجه اللي هي نجموا احنا كيف كيف نحضروه ابارتير دون باز دو دوني اللي نحبوا عليها وندخلوه من جوجل درايف نتاعنا. بعد ما كملنا حضرنا الكونتوني نتاعنا في لي ديفيرونت باج نتاعنا وحطينا لي ريسورس اللي عندنا الكل اعرف راهو اللي الباند الفوقانيه تنجم تتبدل. نمشيو للبارامتر نحطو هنايا دون نافيغاسيون المود اسكو تحبو اون او والا سور لو كوتي. باش نشوفو سور لو كوتي كيفاش يولي المنظر نتاعو. يتفسخو لي شابيتر من فوق كي نشوفو السيت ويب نلقاه ولاو لي شابيتر نتاعنا على اليمين. نحبو نرجعوها كيما كانت نرجعو للبارامتر نافيغاسيون نرجعوه اون او. نجمو حتى الكولور ردوه اسكو ترانسبارون ولا نحبوه في البلان كيما تشوفوا لهنا تبدل ولا في البلان والا ردوه زاده بوسيبيليتي الاخرى في النوار. هنايا ايماج دو مارك هو اللوغو اللي قلنا عليه من بكري باش نجمو نابلوديوه والا الفافيكون اللي قلنا عليه من بكري. اوتي دو ليكتور معناها افيشي لا دات دو لا ديرنيير ميز ان باج كيما قلت لكم بكري فما بوسيبيليتي هذه تزيدت في الاخر فيرسيون تاع جوجل سايتس تخلي لوتيليزاتور والفيزيتور ينجم يشوف وقتاش انت اخر مره عملت ابديت. بيان سور تنجم ديزاكتيفيها اما ماذا بيك تخليها على خاطر هذا يعطي امبريسيون للفيزيتور اللي سيت ويب هذايا فريشك وجديد وفي معلومات جديده. بانير دانونس هنايا بانير دانونس اكل في سينيال دانونس اللي يبدا موجود يجلب انتباه لوتيليزاتور. اذا كان عندك انونس معينه تحب تعملها في وقت معين نجم تزيدها وتكتبها هنايا. افيشي لا بانير تحطها وتحط التكست اللي انت تحبه يكون. نجم تختار الكولور باش تحب ظهرها باكثر نجم تختار كولور اتيرانت كيما الاصفر. نجم تكتب التكست مثلا اتونسيون وتحط التكست نتاعك وتحط اللي تحب عليه. يخرج لك لهنا لو تيكست دو بانير اتونسيون اللي هو معلومه معينه تجلب انتباه لوتيليزاتور للوهله الاولى اللي يدخل عليها للسيت ويب نتاعك. توا بعد ما كملنا حضرنا السيت ويب نتاعنا الحاجه الباهيه اللي نجمو نزيدو دي كولابوراتور مثلا اساتذه اخرين موجودين في الجامعه نحبوهم يدخلوا على السيت ويب ويزيدوا الكونتوني نتاعهم. ومن المستحسن نعملوا الحاجه هذيه هكاك نلموا اكثر دي ريسورس في بلاصه واحده ونقصوا التمهميش على ليتوديون اللي ساعات تكثر عليه لي ريسورس لي زوتي مختلفين من عند لي بروفيسور. كيفاش نجمو نعملوا الحكايه هذيه؟ نمشيو دون بارتاج ونزيدو لي زادريس ميل نتاع العباد اللي نحبوهم يدخلوا يعملوا اديسيون للجروب مثلا بارامتر لهنا لي اديتور بوف بوبليي لو سيت موديفي لي زوتوريزاسيون اجوتي دي كولابوراتور. هذه تنجم تخليها ولا تنحيها اما كي تخليها هما ينجموا يعملوه بابليش من غير ما يقولوا لك تنجم تسمح بها. سينو كان تحب لي كولابوراتور نتاعك جوست يعملوا دي موديفيكاسيون على سيت ويب اكاهو ما يزيدوش دي كولابوراتور اخرين ما يعملوش بوبليكاسيون والا ما يبدلوش لي بارامتر دوتوريزاسيون نتاعك تولي وقتها ديكوشي الفاريابل هذه. اون فوا كملت باش يوصل ميل لي كولابوراتور نتاعك يقول لهم فلان معثلكم باش نجمو تدخلوا تعملوا اديسيون على سيت ويب هذايا. توا لي كولابوراتور الكل كملوا الخدمه نتاعهم السيت ويب إلي فيني احنا فرحانين بيه باش نعملوا بوبليي. مي قبل ما نعملوا بوبليي انا ديما ننصحكم انكم تدخلوا ساعه على ابيرسو وتعملوا تشيك اوت فينال تدخلوا عليهم بالباج بالباج وتشوفوا اسكو تو فا بيان المنظر نتاع التكست تحفون ترتيب محطوط بالكدا تمشي بالكدا على تابلت وعلى سمارت فون من غير حتى مشكل. اون فوا انت فرحان بالسيت ويب نتاعك تنزل على بوبليي. هنا يطلب منك انك تسمي السيت ويب نتاعك
فما حاجة مهمة لازم نعرفوها اللي راهو ما هوش هذا باش يكون اسم السيت ويب وكهو. يلزم قبلها يكون فما سايتس google.com fmtutm.tn ومن بعد هذه كهو هي البارتي الموديفيابل. علاش؟ خاطر الدومين هو دومين متاع جوجل سايتس متاع جوجل وهو زادة انستيتيوشنال دونك هو يختار شنو يحب. اذا كان باش تعملها بالكونت بيرسونيل كيف كيف باش يخرج لك جيميل مي ما تنجمش تتحكم فيها وما تنجمش تبدلها. بيرسوناليزي لي اوتوريزاسيون ا كونسولتي مون سيت بور لو مومون محطوطه طول الموند. تحب تعمل جيري وقتها تبدل شكون ينجم يدخل على السيت ويب. هنايا نمشي موديفي وهو يسالك لهنا يقول لك البغيون لشكون تحبو فيزيبل ديما خليها ليميتي. علاش؟ على خاطر كان لي كولابوراتور نتاعك اللي انت بعثت لهم ميل ا تيتر بيرسونيل باش يوصل لهم البوسيبيليتي نتاع انهم يبدلوا البغيون. باغ كونتر لو سيت ويب بوبليي لشكون يكون ظاهر. هوني محطوطه بوبليك. انت كان تحب تخليها للناس الكل نجم تخليها، نجم تبدلها للمجموعه نتاع لونيفرسيتي تونس المنال اكاهو. علاش؟ على خاطر السيت هذايا عملته بالكونت انستيتيوشنال نتاعي. دونك فما دومين نتاع لونيفرسيتي تونس المنال اللي هو دومين معروف بالنسبه لجوجل، يقول لك تحب العبيد هذوما بركه يشوفوا السيت ويب نتاعك والا لا. وقتها اي عبد ما عندوش كونت انستيتيوشنال utm.tn ما ينجمش يدخل على السيت نتاعك، والا تعملوا اكسي ليميتي. انت وقتها باش تختار لي ستوديون تاعك، يا اما تبعث لهم ليا والا تنفيتيهم بار ميل كيما انفيتيت لي كولابوراتور. هنايا بيان سور باش يشوفوا كان الفيرسيون بوبليك، معناها ما عندهمش الحق يبدلوا في السيت، هم باش يتفرجوا فيه وكها. اون فوا كملت لي بارامتر دو بارتاج نتاعك تحط تيرميني وتحط بوبليي، وهكا يكون السيت ويب نتاعك بوبليي كامل كيما انت تحب. كيما نشوفوا لهنا فوتر سيت ويب ا ايتي بيان بوبليي. Afficher le site web publié. هنايا نجمو نراو اللي احنا سيت ويب محطوط لو ميساج بانيير من فوق لي شابيتر نتاعنا الكونتوني نتاعنا اكوي اي تو فا بيان. فما حاجه سيت باش نقول لكم عليها اللي ماذا بيك تعمل بوبليي تعملو في الباج داكوي، مش كيما عملت انا من بكري عملته في الشابيتر سو كي في كو لا فيرسيون بوبليي جيت سور لا باج شابيتر. ماذا بيك تعملو بوبليي على اكوي. هذا فاسيلمون نصلحوه. لو فرضنا انت تحب تبدل حاجه تيتر دو فوتر تيكست votre page عندك هذه تحب تبدلها لي كولابوراتور نتاعك زيدو دي ريسورس اخرين لي ستوديون نجمو تعملوها الحكايه فاسيلمون، اما ما تولي فيزيبل للفيزيتور نتاعك كاين ما تعاود تعمل بوبليي. هوني هو يعطيك تشيك اوت يقول لك راهو انت الفيرسيون اكطوالمون بوبليي القديمه راهي كان منظرها هكا والفيرسيون الجديده هاي ولا هكا، راك انت بدلت فيها البارتي هذه اللي في الاخضر بارابور اش كان قبل. اسكو انت متاكد انت تحب تبدل هكا ولا لا؟ يعطيك البوسيبيتي باش ترى روحك شنو التغييرات اللي صارت. كانك سي بون فرحان بالريزولتا تحط بوبلي ويكتب لك على اليسار شنو من الحاجات اللي تبدلوا. نزيدو التيتر لهنا هانا بدلنا نعملو بوبلي كيف كيف يعاود يقترح عليك يقول لك راهو احنا في الباج داكوي صارت موديفيكاسيون اللي هي هاي لهنا يلونها لك بالاخضر بارابور للفيرسيون القديمه اسكو انت موافق عليها ولا لا. كان سافا تعاود تعمل بوبلي. اون فوا ماعش عينك بالسيت ويب نتاعك وتحب تسكرو لفتره معينه، مثلا وفيت القرايه جيت العطله الصيفيه باش تسكر السيت ويب على خاطر ماعش حتى حد تحب يدخله، ما تعاود تحلو كان في الغونتخي. ساهله العمليه، تمشي لهكايه انولي لا بوبليكاسيون. هو وقتها يقولك متاكد تقوله اوكي، وقتها لو سيت ني بلو افيشي مي باش يقعد لك السيت هذايا في الدرايف نتاعك تنجم تبدلو تنجم تزيد فيه ومن بعد في الغونتخي سكولير تعمل تعاود تعملو بوبليكاسيون. لو فرضنا انت تحب تعمل دو فيرسيون من السيت ويب نتاعك، واحده للجروب نتاع العام الاول وواحده للجروب نتاع العام الثاني باش ما تقعدش تعاود في نفس الخدمه والوغ كو هما يشبهوا لبعضهم شويه، نجم تعمل ديبليكي تمشي لي 3 بوين هذوما ديبليكي لو سيت يخرج لك اون كوبي منه هو هكاك تعمل كلكو موديفيكاسيون على الكوبي، ما تقعدش تعاود تخلق سيت ويب من الاول وجديد. هكا نكونو كملنا التوتو نتاعنا، شفنا كيفاش تخلق السيت ويب نتاعك والطرق الممكنه، كيفاش تعمل لي باج التيم تحط الكونتنت اللي تحب عليه. فما برشا امكانيات باش نجم تحط برشا دي ريسورس وتخلق سيت ويب نتاعك. نقول كيما قلت لكم نجم تظهر لك من الاول خدمه طويله اما راك باش تعملها مره بركه ومن بعد تعمل ديبليكاسيون وتنجم حتى تكولابوري مع اصحابك وزملائك اللي هو باش يربحك في برشا وقت. هذايا ا مويان نتاع انسينيمون ا ديستانس تحفون برشا على خاطر يخليك تحط برشا دي ريسورس في نفس البلاصه، وانا ننصحكم انكم تستعملوه. كان عجبتكم الفيديو هذه خليوا لي كومنتير والا لايك. اذا كان تراو اللي فما عبد ينجم يستفيد بها بارتاجيوها معاه باش هكاك تعم الفايده على الناس الكل، وان شاء الله في المستقبل نعمل لكم فيديو على ليفل 2 كيفاش تخلي سيت ويب نتاعك بروفيسيونيل اكثر انتراكتيف اكثر.
اللي هو باش يفوت لاسبي تكنيك ويدخل اكثر في لاسبي بروفيسيونيل.